بسم الله. دلوقتي لو انا عايز ارسم طريق على النهر دوت، اقول له انا عايز ارسم طريق، من انا هختار ديزاين ريفيو اند انجينير رود، واقول له ديزاين رود واي، واقول له هاي واي، وابدا اختار شكل الطريق اللي انا عايزه وابدا ارسم. ادوس رايت كليك عشان اختار الكيرف بتاعي قد ايه، تمام. ممكن اقول له سوبر لاين او كيرف او الكيرف راديوس، تمام. وبعد كده هبدأ أكمل الطريق بتاعي. هلاقي هو اوتوماتيك عرف ان في هنا نهر، وحط لي علامة الكوبري هنا عند النهر دوت، تمام. دلوقتي انا لو انا عايز اعرف معلومات البروفايل بتاع الطريق دوت، هعمل عليه سيلكت، وهاجي هنا في ريفيو اند موديفاي رودويز ديزاين. هلا هنا بريفيو بروفايل فيو، هبدأ أشوف المسار، مش مجرد إن أنا أتفرج عليه، لا أقدر أغير. زي ما أنت شايف اللي أنا بعدله هنا هو بيتعدل في البلان، تمام. أقدر أعدل براحتي في أي حتة في البروفايل زي ما أنا عايز. طيب، وأقدر أضيف وأحذف أي حاجة أنا عايزها. طيب، أنا لو جيت مثلا على الطريق دوت وعملت عليه سيلكت عشان اشوف البروفايل بتاعه، هلاقي البروفايل بتاعه فاضي خالص، مفيش اي حاجه خالص. اه، ده كده يبقى في مشكله في الطرق ديت. لا، هي مفيش مشكله، هو الفكره كلها ان هو معمول اس تي بي لاين، يبقى انا محتاج احوله لديزاين روت. كل اللي انا اعمله ان انا اعلم على الطريق، ادوس رايت كليك واقول له كونفرت تو ديزاين روت، تمام. وليه يتحول معايا وابقى شايف البروفايل واقدر اعدل فيه، وما فيش حاجة اتعدلت في الشكل بتاعه. تعالى نختار دوت، رايت كليك واقول له كونفرت تو ديزاين روت، تمام. كده اقدر اشوف البروفايل بتاعه، تمام. وفي المقابض ديت اقدر اتحكم في الشكل بتاعه بحيث لو انا عايز اعدل فيه، تمام. تعالى برضه نختار الطريقة ده برضه.